من حبي للتأديف حبيت ابتدي مدرسه تأديف عشان اخلي ناس تصدق انه مش شرط تكون صغير قوي عشان تبتدي رياضه وتنجح فيها وتبقى متميز او تلعبها بشكل تنافسي. Well, hi, انا اسماء زهيري, CrossFit Coach و نايكي براند امباسادور لمصر ولاعبه منتخب مصر للتجديف. بدأت التجديف على سن كبير شوية من 5 سنين. شغلي فيه كتير آخر 5 سنين خلى الناس تفتكر إن أنا بلعب تجديف من وأنا صغيرة. عرفت التجديف في 2015 ومن ساعتها غير حاجات كتير شوية في حياتي, علمني حاجات مختلفة. التجديف كانت الرياضة بصراحة اللي أقدر أوصل بيها الرسالة دي, عشان مش شرط أبتديها وأنا صغير, مناسبة لكل الأوزان, مناسبة لكل الأعمار, مناسبة لكل فيتنس ليفلز, وزيد عليها إن أنت بتعملها في النيل في جو مفتوح, بتتعرف على البلد وتشوف حاجة مختلفة ويو جيت فيت. كولم بليدز مستنياكوا في نادي المعادي واليخت على الكورنيش.